السلام عليكم إخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. كنتمنى منكم أنكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومة جديدة. اليوم غنهضروا على الحبوب ديال منع الحمل خاصة للنساء، يعني حبوب منع الحمل الطارئة، كيف كنقولوا، يعني الحبة، كيف كيتسموها، المنقذ. وغنهضروا على كيفاش تتعامل معها وشنو هي الآثار الجانبية ديالها. كيف كتعرفوا في المغرب عندنا حاليا موجودين جوج حبات اللي هي اليوان ونافيلا. كيف كتعرفوا ان هذه الحبوب هذه هي حبوب منع الحمل الطارئه، يعني كنقولوا حبه يعني كتسمى دي اليوم التالي، وهي كوسيله من وسائل ديال منع الحمل في الحالات الطارئه اللي كتقوم بها المراه بالتناول ديال هذه الحبه هذه بعد الحدوث ديال واحد الجماع كيكون غير امن وما كيتوفرش فيه على وسائل الحمايه تقدر تكون اكثر تاثير. وكلما سرعت المرأة بتناول ديال هاد الحبة بعد العلاقة الزوجية، وهي عبارة على حبة واحدة ما كتكررش، وكتحتوي على واحد أميليغرام ديال واحد المادة اللي كتستخدم بكمية أقل من معظم الحبوب منع الحمل الأخرى. طريقة الاستعمال ديالها، كيفاش كنعملوا لهاد الحبوب ديال منع الحمل الطارئة في الحبة يعني ديال اليوم التالي؟ تقدر تعمل لنا هذه الحبه هذه في اليوم التالي باحدى الطرق الاتيه بناء على المرحله اللي كتمر بها المراه وفي الدوره ديالها. تقدر تمنعها او تاخر عليها الحدود التبويض، او تقدر تعيق الحدود ديال تلقيح البويضه. ومن الممكن يقدر يكون ايضا انها تقوم بمنع غرس البويضه بعد التلقيح في جدار الرحم، ولكنها تقدر يعني توقف نمو الجنين بعد الغرس البويضه بالرحم، حيث انها ليس لها اي تاثير اذا كانت المراه حامل بالفعل. الماده ديال التاثير ديال هذه الحبه هذه لمنع الحمل، اذا تم التناول ديالها بعد مرور 72 ساعه من الحدود ديال الجماع، فان لها واحد القدره على منع الحمل بالنسبه كتصل ل 89%. لكن اذا تم تناولها خلال اول 24 ساعه بعد الجماع، فانها قادره على منع الحمل بنسبه 95%. لكن يجب عليك انك ان تعلمي انها ليست مؤثره مثل اخذ الحبوب منع الحمل بصوره منتظمه، لذلك تقدر تعتمد عليها كوسيله اساسيه لمنع الحمل، وكما انها لا تمنع انتقال الامراض الجنسيه. متى يمكن لك انك تاخذي هذه الحبه هذه ديال منع الحمل؟ اذا كنتي كتستخدمي اي نوع من انواع منع الحمل ولا كتمزق لك الواقي الذكري ديال الزوج، او اذا كان شي انزلاق يعني حاجز انثوي من المكان ديالو، او اذا نسيتي تناول اكثر من 3 حبات متتاليات من اليوم يعني من حبوب منع الحمل، او اذا كان هنالك اي سبب اخر جعلك يعني عندك واحد الشك في الفعاليه ديال مانع الحمل فاللي كتستخدميه، فيمكن لك انك تستخدميها. ومتى يمكن لك انك ما تستخدميش يعني هاد الحبوب هذه الطارئه الا كنتي حامله او لديك شك في ذلك، ولا كانت عندك شي حساسيه تجاه المكونات ديال هاد الحبه الطارئه، ولا كنتي عانيتي في الفتره الاخيره من نزيف مهبلي غير طبيعي ولم يتم التشخيص ديالو بعد، ولا كان الوزن ديالك اكثر من 165 كيلو، ما يمكنش لك انك تستعملها. الاثار الجانبيه ديالها، الا تناولتي يعني تناول الكثير يعني ديال السيدات من هذه الحبوب ديال منع الحمل الطارئه دون حدوث اي مضاعفات، ولكن من الافضل السؤال يكون للطبيب على الاثار الجانبيه ديالها، يمكن لها انها تحدث. كيف كنعرفوا ان اول حاجه يكون الغايتان او الم في البطن او الشعور بالتعب، او اذا كان شي صداع، او لا تغيرات بالدوره الشهريه، او الدوخه، او الم في الثدي، او يعني التقيؤ. ولا حدث في خلال ساعتين من تناول هذه الحبه هذه يعني، فيجب عليك المراجعه ديال الطبيب ديالك المختص حتى تعرف اشنو هو المشكل اللي عندك حتى لا يتكرر لك في الجرعه. مع الاستخدام ديال الحبه ديال اليوم التالي، يمكن لك انك ايضا حدوث بعض النزيف غير متوقع، وعاده ما كيتوقف على حدوث بعد يعني الحدوث بعد الدوره الشهريه التاليه، ومن الممكن انه تسبب لك هذه الحبه هذه يعني تغيرات في الدوره الشهريه، وهذا حادث. يعني اي وحده كتاخذ هذه الحبه هذه ديال منع الحمل ضروري يكون عندها واحد التاخير في الدوره الشهريه ديالها ب4 ايام او 5 ايام، وهنا كيدخل الشك، كيبدا واحد الشك كبير بان النساء كيبداو يقولوا ياك ما انا حامله ياك ما هذه، فلهذا كيكون هذا التاخير هذا في الدوره الشهريه اما بالزياده او بالنقص الكميه المعتاده،
وتقدر تقدر تجيك قاع مبكرا قاع على حسب الموعد ديالها المحدد او متاخره عنها بواحد الفتره قليله، لكن تاخير ديال الدوره الشهريه لاكثر من 3 اسابيع فيجب عليك اجراء اختبار الحمل اذا فاتت 3 اسابيع. كيف كتعرفوا كاينه اليوان وكاينه نافيلا. نافيلا كدير 65 درهم واليوان كدير 145 درهم. الفرق اللي بيناتهم اليوان كتاخذ 5 ايام، يعني كتبقى في الدات 5 ايام، اما في بالنسبه لنافيلا، نافيلا هي 3 ايام. هذا هو الفيديو ديال اليوم، جيت نقدمه لكم اليوم. كنتمنى منه انه يعجبكم وينال اعجاب الجميع. المهم كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله.